صاد على طول الساعة. يلا مار يلا مار يلا مار. لف لف. راسك يا عالم. تعال يا سيل. طلع سيل واحد سيل واحد. واحدة اسلام. هايل يلا. ويس. اطلع اطلع اطلع. ويس. اطلع. اطلع. من هناك الاوت من هناك. سامي سامي. بلعب بلعب. ولا حاجه هتعرف يلا العب ها يا رجع رجع يا وحش يا سامي اطلع اطلع زي قدام يا سام سامي 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 هاي 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 ما شاء الله هاي انت بطل محمد عثمان عبد الله مجدي السلام يمكن تطول منه مره ثانيه ضغط سيراميكا ادي كوره خطر خطر ارموتي بينيه ممكن ممكن اوبا منتهى الخطوره لكن المره دي عمرو حسام بتالق كبير عمرو حسام لتاسم الدوري الممتاز المصري تحضير لسيراميكا على دايره وسط الملعب طويله اماميه مفيش تسلل المره دي امادي خطر خطر فرصه للاول اوبا منتهى الخطوره وتضيع لكن والله في راي قلنا مفيش تسلل لكن المره دي المره دي ادي مره ثانيه تحضير لسيراميكا ارموتي حريق مهاري ادي يا ولد يدخل عمق الملعب يستنى يقف يبحث عن زميل ادي خد وهات جوه المنطقه فرصه وخطوره يا ولد يا ارموتي ويا سلام يا سلام عمرو حسام احلى احلى قدم اليسرى لمروان ادي مروان اهو اللي في اللقطه امام حضراتكم لحازم مره ثانيه يا ولد يا ولد ناحيه الشمال لحازم انطلاقه لزد اف سي عدى بالمهاره كالو كلفته لعب عرضيه عاليه فوق اوبا جول اوبا جول هدف اول يا سلام يا سلام رشيد احمد المره دي يعمل الجامب ويركب الكل برأسية مميزة في منتصف المرمى ويسجل في مرمى إسلام ريشة وهات من المرمى يا ريشة لكن إيه استلام رائع البناء والتوجيه كان من عند الموهوب حازم محمد اللي لعب تمريرة ناحية الشمال استلام استلام بقى المرة دي أحمد زكي اللي عدى عدى بمهارة كبيرة ولف عرضية بالمزورة منتهى الخطورة برأسية مميزة من رشيد أحمد يسجل وادي الفرحة أدي الفرحة والابتسامة على وجه الكابتن مجدي عبد العاطي إذن المقدمة خضراء بالرأس السمراء لرشيد أحمد مشاهدينا الكرام في الدقيقة 23 لكن بص شوف أدي الحكاية شوف يا سلام يا زكي عدى عدى بمهارة كبيرة المرة دي من يوسف بعرور ويلف عرضية على القائم الثاني شوف شوف الارتقاء شوف ريفلكس شوف الجنب من رشيد أحمد بقى المرة دي يسجل يسجل في مرمى إسلام ريشة عشان يكون الهدف الأول لزد اف سي المقدمة خضراء بالرأس السمراء لرشيد أحمد بعد عرضية ولا أروع ودي الترجمة ودي الرد من رشيد عشان يزور شباك سيراميكا كليوباترا ادي احتفال يفكر في ايه سريع وحريف ومهاري لكن اتقفلت عليه من رضا يرجع مرة تانية لكن مرة تانية مرة تانية التسلل بقول لحضراتكم النهاردة زد اف سي بيلعبوا على خط واحد بيطبقوا يعني الخط واحد اهو اهو ادي الاعادة يعني تقريبا رابع مرة ادي فيفور اكيم وصامو الاماضي الاتنين كان رضا ومحمد سمير واسلام عبد الله وعبد الله مجدي النهارده شابوه قادرين يظبطوا خير مصياده ان شاء الله ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم لكن نشوف بعد العوده فرصه للثاني رشيد رشيد عدى يا ولد يا ولد يا ولد ايه قرار بينالتي ركله الجزاء رشيد احمد يعدي ويمر والمره دي اسلام ريشه بقى يعمل التراي ومعاها يعمل عرقله مع رشيد احمد والكابتن الكابتن محمد سلامه اللي على طول قريب من اللعبه ويروح يصفر بانه خد قراره ويبدو انه خد قراره يبدو انه خد قراره خلاص اللقطه تتعاد مرارا وتكرارا يعني خدنا وقت كبير خدنا وقت كبير ادي الكوره وادي الاعاده وخلاص الكل يتاهب لقرار الكابتن محمد سلامه حكم المباراه يدخل ارض الملعب ايه القرار ركله جزاء ويؤمن على قراره يؤمن على احتساب البنالتي وركله الجزاء بعدما شاهد شاشه الفار اذا زد اف سي مرشح لزياده عدد الاهداف في ركله فيها في كره فيها ركله جزاء محمد سمير الاخصائي المتخصص في ركلات الجزاء محمد سمير
مواجهة مع إسلام ريشة، يسجل سمير ولا يتألق ريشة، يطالب الكابتن سلامة، الكل بالخروج بره منطقة الجزاء. يا ترى ريشة يتألق ولا سمير الأخصائي؟ فرصة للهدف الثاني، وصلنا للدقيقة 38، ياخد الإذن محمد سمير، أدي الصافرة من الكابتن سلامة، تركيز تركيز، يدخل سمير 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 ولا ريشة، يدخل سمير سمير، أوبا يا هدوءك يا قلبك يا معلم محمد سمير بكل جمال وبكل ثقة المرة دي يسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء. يطوح السام ريشة ناحية الشمال ويحطها بمعلمة على يمينه عشان يسجل الهدف الثاني لزد اف سي ويزيد الغلة التهديفية. سجدة شكر لله من الكابيتانو محمد سمير. ادي التركيز ودي قيمة اللعيب الكبير، خبرات خبرات خبرات، ودي الإعادة. يا قلبك يا قلبك يا سمير بكل معلمة يا ولد يا ولد يا محمد يا سمير. يسجل الهدف الثاني وزد اف سي يزيد الغلة التهديفية ويزيد الأوجاع في شباك سيراميكا كليوباترا. أدي إسلام ريشة اللي حاول واللي كان تسبب في ركلة الجزاء. أصبحت النتيجة 2-0. شاهدينا الكرام هجام بلغة الكرة رشيد أحمد. إسلام ريشة يشتت لكن وحشة، عبد الله مجدي فرصة يا ولد، تمريرة فيها تسلل ولا ايه، لكن خطورة، فرصة للثالث، اوبا جول اوبا جول، لكن خلاص خلاص في راية في راية، بقول لحضراتكم فيها تسلل ولا جول، لكن المرة دي بقى يعني تمريرة تمريرة رأفت خليل استلام، لكن المرة دي بقى الكابتن محمد مجدي مساعد الثاني يصطاد رأفت خليل. ادي الإعادة وفي الإعادة إفادة وشابوه للكابتن محمد مجدي وتمرير اليمين عبد الله توصل لاسلام بعرور. ادي اسلام يفكر في ايه، عدى يوسف بعرور يلعب العرضيه المره دي، لكن عرضيه اي كلام، توصل سهل المباراه الاول. ودي ضغط مره ثانيه من حسين حسني، يلعب لصامول امادي، اداء يقل كتير، صامول لحسين تقدمه الكوره تحبه، يلعب بينيه ناحيه الشمال سريع في فور يلعب العرضيه، لكن المره دي بقى المره دي رضا اسد اسد قافل الجبهه الشمال الهجوميه بعد دفعه كانت من زكي. وادي الاعاده لكن ما شفناش الاعاده ما شفناش الاعاده. شوف ايه القرار كابتن سلامه، نلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت البديل. شاهدينا الاحباء 2-0 رشيد احمد ومحمد سمير من علامة الجزاء. وادي الفاول اللي اتلعب بسرعة ناحية اليمين لأرموطي، ادي أرموطي عدى يا ولد يا ولد من رأفت خليل بمهارة كبيرة، حاول يلف العرضية لكن طول التجاوز خط المرمى. ادي الإعادة ادي الإعادة، عدى بمهارة، حاول رأفت خليل في المرة الأولى والمرة الثانية. ينجح سعد الدين سمير، الخبرات سعد سعد سعد، يحيى سعد، سعد الدين سمير يسجل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا بقى المرة دي على يمين عمرو حسام، رغم إنه حاول إنه يروح لها لكن بقوة ركنها ركنها بقوة فيها سرعة بعامل الخبرات بقى للقيدوم سعد الدين سمير اللي يسجل بامتياز ويقلص الفارق في الدقيقة 5+50. ادي الإعادة للقطة لمسة اليد، وادي سعد الدين سمير، يا سلام يا سعد يا سلام، سعد الدين سمير يسجل المرة دي وعمرو حسام يروح لكرة، لكن بقى الكرة توصل ناحية الشمال لمحمد عادل، يضغط عليه اثنين يضغط رأفت، لكن لمسة بالكعب حلوة قوي وعرضية مرة ثانية، لكن قدم رشيد أحمد إلى الركنية ولكن ينهي الحوار الفني في شوط المباراة الأول الكابتن. وبالفعل مشاهدينا الأحباء تأتي صفيرة بداية أحداث شوط المباراة الثاني، زد اف سي بالأخضر والأبيض على شمال اللي بيكون قاعد في مقصورة استاد القاهرة، وعلى شمال من يشاهدنا أيضا بالقميص الوردي والشورت الأسمر لاعبي نادي سيراميكا. ودي أول لمسة لياسر ريان بعد دخوله، محاولة ومحاولة وفرصة أرموتي، أوبا يا سلام يا رضا يا سلام يا رضا، انفراد لكن نشوف إيه القرار، لكن نشوف محمد رضا يرتدي بقى المرة دي قفاز الإجادة عن عمرو حسام، بقى يعمل سبرنت برشاقة كبيرة وبمرونة، ومحمد رضا الظهير اليمين لزد اف سي اللي يشيل كرة من على خط المرمى يقوم بدور السنتر باك وبدور حارس المرمى، لكن شوف الرأسية من بيكهام اللاعب البديل لأحمد ياسر ريان، ليلة البدلاء ولقطة البدلاء، محاولة كان في تاكلنج من سمير لكن أرموطي الكرة تحبه يلعب واحدة تشيب من فوق الحارس عمرو حسام، لكن من على خط المرمى إنقاذ إنقاذ الموسم وإنقاذ الأسبوع. أدي الإعادة أدي الإعادة أدي الخطورة، وأرموطي يا راجل يا راجل يا أرموطي، كانت محتاجة قوة كانت محتاجة قوة، لكن يبدو إن كان في الكرة رايح. نلعب في الدقيقة الثانية ركنية وعرضية
جول 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 النيران الصديقة المرة دي تصيب المرمى، واحمد ياسر ريان يحتفل. احمد ياسر ريان يحتفل بقى في تاني لمساته بعد دخوله في الشوط التاني عشان يسجل هدف التعادل 2-2. يا سلام يا سلام على الإثارة، مش قلت لكم هتولع، مش قلت لكم هتسخن. واحمد ياسر ريان يكتب بقى ويدون هدف التعادل. مشاهدينا الاحباء، يا سلام ياسر ريان يشير براسه ويبدو ان هو اللي سجل، ادي العرضيه. يا سلام، هو ليست النيران الصديقه بل هو احمد ياسر ريان اللي يصيب مرمى عمرو حسام وهات من الشبكه. يا حسام يا سلام، ارتقاء وسط الزحمه، بص القوه، بص القوه على حدود السكس يارد، ويلعب كره براسيه مميزه. التوجيه التوجيه ياسر ريان، هل تتلعب مباشره؟ يدخل ريان، ادي تسديده لكن تخبط فيه حائط الصد والحائط البشري. كرة تعالى مرة تانية يا ولد بالمهارة، ريان فرصة، خطر، اوبا، منتهى الخطورة. احمد رمضان بيكهام اللي كان مكمل، لكن تدخل قوي وعنيف مع احمد، مع عمرو حسام يعني تاكلينج طرف الهواء. احمد رمضان بيكهام لياسر ريان، ادي ياسر يعدى مر حبته الكرة، ادي كرة ناحية اليمين، خطر فرصة، ادي اوبا، منتهى الخطورة. تسديدة من ناحية اليمين علاء شعبان اللاعب البديل بقى اللي ياخد بينية، كرة متقشرة من احمد ياسر، لكن والله احمد ياسر ريان الشاكوش واللاعب القوي ناطحة السحاب اللي عامل مشاكل كبيرة لدفاع زيد بيكهام. من ناحية الشمال انطلاقة وتمريرة، ياسر ريان يا ولد يغير اللعب تماما المرة دي، علاء ناحية اليمين قرب منه ياسر، لعب العرضية، الأرضية، منتهى الخطورة لكن المنتهى والعودة القوية واقتناص الثلاث نقاط في مشهد الختام لبطولة الدوري العام. ادي كورة وانطلاقة في فور اكيم من ناحية الشمال، انفراد خطر لفيفور، يا ولد يا مهارتك، اوبا، مش ممكن فيفور اكيم مهارة يطوح بقى ويقعد على الارض المرة دي محمد رضا، لكن استعجل في التسديد فيفور اكيم. بالفعل مشاهدينا الكرام، هنا تأتي صافرة النهاية بصافرة الكابتن محمد سلامة ميدو عشان يعلن عن تعادل عادل بين سيراميكا